خبرنا الثاني النهارده، وهو الخبر المتعلق بالحكم الذي صدر ضد الدكتور اسماعيل سراج الدين رئيس مكتبه الاسكندريه السابق. والحقيقه ان هذا الحكم بثلاث سنوات ونصف في عدد من المخالفات اصاب عدد كثير جدا من المثقفين والنخبة والشخصيات العامة في مصر بحالة من الحزن الشديد، حتى أن الدكتور مصطفى الفقي في مقاله الذي حمل عنوان إسماعيل سراج الدين قال أن الدكتور إسماعيل سراج الدين اتصل بالدكتور مصطفى الفقي واللي بيشغل الآن منصب رئيس جامعة رئيس مكتبة الأسكندرية وأبلغه الحكم لسه طالع يا دكتور مصطفى، وحكم علي بثلاث سنوات ونصف. والدكتور مصطفى قال أني قفلت سماعه التليفون معاه ورحت له على طول، لقيته في حاله من الحزن الشديد. دي الروايه اللي قالها الدكتور مصطفى الفقي في مقاله، وقال انه لم يرى الدكتور اسماعيل سراج الدين بهذا الحزن الشديد الا في حالتين، هذه حاله منهم، والحاله الثانيه عند وفاه السيده الفاضله زوجته. الحقيقه ان عدد كبير جدا من المثقفين والشخصيات العامة وعلى رأسهم السيد عمرو موسى قاموا بتوقيع بيان أعلنوا فيه بشكل واضح حزنهم الشديد من هذا الحكم، وإن كانوا قد عبروا في الوقت ذاته عن احترامهم البالغ لأحكام القضاء المصري. طبعا بالمناسبة هذا الحكم هو حكم درجة أولى، لسه سيتم الاستئناف أو النقض عليه في درجات تقاضي أخرى، فربما البعض يقول لماذا هذه الحملة الآن، هو مجرد حكم أولي يمكن أن ينتهي بحكم آخر. لكن هذا الحكم يعني أثار قلق وحزن، أولا للمكانة الكبيرة التي يحتلها الدكتور إسماعيل سراج الدين ليس فقط في مصر ولكن على المستوى الدولي. هذا الرجل له تاريخ عظيم في مكتبة الأسكندرية، 15 سنة من العطاء. لما الكاتبنا الكبير أستاذ محمد سلماوي كتب عنه مقال كشف الكثير من الحقائق المتعلقة بحياة هذا المفكر الكبير، قال كيف كان يتبرع بأجره، كيف تبرع بأموال كثيرة للمكتبة، كيف تبرع بمقتنيات غالية الثمن كسجاد كان يقتنيه غالي الثمن للمكتبة، كيف تبرع بمكتبة جدته أو جدته التي كانت تحمل تراثا ثقافيا كبيرا، كيف أن عدد كبير جدا من المثقفين والشخصيات الدولية أصابتهم حالة من القلق الشديد والحزن الشديد على هذا من هذا الحكم. وقال كمان يعني ماذا نفعل، ماذا نفعل؟ دي تساؤلات تتعلق بالمنصب العام، يقول لك يعني هو انتوا كده بتعقدوا الناس ان هي تتولى او تشغل منصب عام؟ انا احد الوزراء قال لي قريب يوم ما كنا بنصور في مؤتمر الشباب الاخير كنا بنقول للبعض دي دفعه ترى 2020. في حاله من القلق الشديد لدى ناس كثيره جدا من تولي منصب عام، يعني حد يقول لك يعني الدكتور اسماعيل سراج الدين الراجل اللي بيحظى بسمعه دوليه كبيره جدا واللي دعمه في انتخابات اليونسكو اكثر من 50 شخصيه حاصله على جائزه نوبل، احنا بنتكلم في شخصيه دوليه يجي لها هذا الحكم. طبعا البعض بيقول في النهايه يعني هناك احكام قضاء وعلى الجميع ان ينتظر الكلمه الاخيره للقضاء المصري، لكن حالة الجدل دي زي ما قلت لحضراتكم دفعت عدد من المثقفين والكتاب لتوقيع هذا البيان وأيضا الشخصيات العامة. هينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد سلماوي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. خليني يعني أسأل حضرتك، أنا قرأت المقال الخاص بحضرتك وفيه الكثير من الأفكار التي يمكن أن نناقشها، لكن خلينا نتوقف عند البيان اللي حضراتكم وقعتموه، عدد الموقعين والهدف من هذا البيان وما هي الرسالة الضمنية التي يحملها هذا البيان. الحقيقة عدد الموقعين اللي نشر يعني أول امبارح كان حوالي 300، إنما ما زالت الأعداد يعني بتتوالى، ويعني اليوم فقط اتصل بي عدد كبير من الناس يمكن على رأسهم الدكتور جابر عصفور يقول لماذا لم يعرض علي أحد هذا البيان ويطلب إضافة اسمه. بدأوا ناس من الخارج أيضا شخصيات دولية لأن الموضوع بقاله أصداء خارجية الحقيقة يعرضون أيضا التوقيع على البيان أو يسألون عن إمكانية الشهادة
في حق الدكتور اسماعيل سراج الدين في المحكمة وأشياء من هذا القبيل. طبعا أنا عايز أؤكد على حاجتين. أولا أنه القضاء محترم ما فيش شك، والنقطة الثانية أنه مهما وصل الإنسان لأي مكانة كبيرة جدا، أنه هذا يعني مش ممكن يكون عاصم ضد محاسبته على أي خطأ يرتكب. صحيح. دي مسائل مفروغ منها. لكن الحقيقة لما نيجي نبص للاتهامات اللي بتوجه للدكتور اسماعيل سراج الدين واللي بسببها يحصل على حكم بالحبس 3 سنين ونص، الحقيقة نجد انه هذا المبدأ لا ينطبق اطلاقا على هذا الموضوع. لانه مكتبة اسكندرية دي منظمة دولية، مجلس الامناء بتاعها في رؤساء جمهوريات سابقين ورؤساء وزراء وشخصيات ثقافية دولية، وبالتالي هي لا تعامل معاملة دواوين الحكومة ولا تحاسب بالروتين الحكومي اللي للأسف يعني هو سبب كثير من البلاء اللي احنا فيه الآن. فإزاي نحاسبه على انه كافيتيريا ما تعملهاش مناقصة ولا مزايدة وتأجرت بالأمر المباشر؟ يعني هذا الحقيقة يعني عبث لا يجوز في مثل هذه المنظمات الدولية اللي لها يعني قوانين أخرى تحكمها غير دواوين الحكومة. إذن على دفاع الدكتور إسماعيل سراج الدين يا أستاذ سلماوي أن يتقدم بهذا، لأن ده حكم درجة أولى. ما طبعا هيتقدم. لكن انت عارفة إلى جانب الناحية القانونية هناك أيضا اسم مصر، واسم مصر الذي يعني يمكن لمثل هذا الموضوع أن يسيء إليه في وقت إحنا في أشد الحاجة لتقديم صورة صادقة عن مصر. مهما نال الإنسان براءة بعد كده إنما الضرر بيكون وقع. يعني ألو، أسمع حضرتك يا أستاذ سلمان. سمعة أي دولة في النهاية هي مجموع ما يصنعه هؤلاء الشخصيات الكبيرة في المجتمع على المستوى الثقافي والسياسي. يعني ما نفكر في مصر لازم نفكر في نجيب محفوظ وأم كلثوم وجمال عبد الناصر ومحمد علي ورفاعة الطهطاوي واسماعيل سراج الدين. فلما نسيء إلى هذه الرموز ده بينعكس على صورة مصر أيضا. يعني أنا سعيدة أن حضرتك بتعبر عن هذه المخاوف، لكن الحقيقة كل التقدير لرؤية حضرتك المتوازنة والموضوعية، ورؤية أيضا الدكتور مصطفى الفقي والزميل حمدي رزق في المقالات التي كتبت، لأن حضرتك وزنت قلت يعني ما بنقولش أن في حد معصوم من الخطأ، ما بنقولش أن احنا لا سمح الله يعني شيء يمس القضاء، نحترم القضاء وندرك أن لا أحد معصوم من الخطأ، ويعني بس حضرتك بتشير إلى بعض التداعيات التي يمكن أن تحدث من حكم بهذا الشكل. أنا بشير للتداعيات السلبية. أيوة. السلبية اللي ممكن يعني تصيب اسم مصر مهما كانت نتيجة المحاكمة النهائية، لأنه خلاص الضرر وقع. وبشير أيضا إلى أنه أحكام القضاء ليست مقدسة كما يتصور البعض. القضاء نفسه والقوانين نفسها تسمح بمراجعة الأحكام القضائية وباستئنافها وبنقدها، وكم من الأحكام تغيرت وألغيت واعتبرت كأن لم تكن في مرحلة تالية من التقاضي. فلا صحيح. يجب أن نقف أمام حكم قضائي وكأنه يعني استغفر الله كلمة الله ولا نناقشها ولا نعلق عليها. هذا غير موجود في أي نظام قضائي في العالم ولا في النظام القضائي بتاعنا في مصر. يجب أن نناقش ونصوب ونحاول جميعا جاهدين
أن نحافظ على هذا البلد وعلى اسمه وعلى قوته الناعمة، لأن دي قوتنا الأساسية، وعلى سمعتنا في العالم في وقت المنطقة كلها بتنهار ولم تبقى إلا مصر باسمها وبتاريخها وبقوتها الناعمة يا فندم. لا تلطخوا اسم مصر. أنا بشكرك كاتبنا الكبير أستاذ محمد سلماوي. يمكن الأستاذ محمد سلماوي ركز بشكل كبير جدا على القيمة الثقافية للمفكرين والمثقفين المصريين وتأثير ذلك على سمعة مصر، لكن ما يعنيني أيضا كمواطنة مصرية ألا يصاب المسؤولين بحالة من الرعب الشديد، لأن احنا وإحنا بنقول إن احنا يجب أن نواجه البيروقراطية والروتين المصري، أحيانا بعض أحكام القضاء بتصيب المسؤول المصري بحالة من الرعب بالشديد، وربما ده يعوق العمل نفسه، لأن الحقيقة في جملة من التشريعات لابد أن يتصدى، يعني من بعض الأفكار المطروحة مثلا هناك محاسبة على من تسبب في، يعني مثلا الدكتور إسماعيل سراج الدين قال لك عمل وافي على إيجار كافيتيريا، فيبقى السؤال هل الدكتور إسماعيل سراج الدين لما وافي على إيجار الكافيتيريا دي استفاد من الأمر في شيء؟ يعني بالمعنى ربح واستربح، يعني خلى الغير يستفيد وهو استفيد وهو استفاد، ولا ايه الحكايه؟ لان القانون في الحكايه دي فيها مشكله، ايه اللي يخلي واحده زي تخلي حد يستفيد وهي هتتضر، او على الاقل مش هتستفيد شيء؟ اذا القانون من جمله التشريعات اللي الناس بتنادي بيها عشان يبقى المناخ مناسب للعمل وعدم الخوف. وحضراتكم فاكرين لما الرئيس كان الناس بتتكلم عن الايدي المرتعشه فقال لهم انا مستعد اجي اوقع، يعني لو حد قلقان او خايف من حاجه انا هاجي اوقع. في حاجات اداريه بتخلي المسؤولين يخافوا بشكل كبير جدا من ان هم يلبسوا البدله الزرقاء او ان هم يروحوا سجن ترى. انا كنت بقول لحضراتكم والله وزير حالي وفي موقع مهم قال لي واحنا بنتصور مع بعض كنا بنقول ان احنا دفعه ترى 2020، الناس عندها مخاوف. ومع ذلك احترام القضاء هو مساله لا جدال فيها، استقلال السلطه القضائيه، المناخ العام الذي لابد ان يتوفر للقضاء من خلال راي عام لا يشكل ضغطا. والناس هتقول طب ما انتم بتقولوا لا يشكل ضغطا على القضاء، امال ايه اللي انتم بتعملوه في الاعلام وايه اللي عمله المثقفين والمفكرين؟ هذا رد فعل طبيعي جدا ومتوازن. يعني احنا حتى لما جبنا الاستاذ محمد سلماوي او مقاله الدكتور مصطفى الفقي او مقاله الزميل حمد رزق كلها مقالات بتتحدث عن الرعب من الموقف، لكنها في الوقت ذاته تقدر القضاء وتقول له كثيرا.